بوبا خلصوا الجوله من بدري بدري عزيزي. لو انت كابتن النهارده برونو فرنانديز فعزيزي الف مبروك ليك، اما لو عامل دريبل كابتن على بول بوبا فانت بسم الله ما شاء الله عديت كل حاجه من قبل ما نبدا الجوله. هذا كلام لمحبين الفانتازي. اما لو اتكلمنا في الكوره مفيش حاجه يا صاحبي بتحصل بالصدفه في الكوره، الحاجه الوحيده اللي بتحصل بالصدفه في الكوره هي اللي بتحصل في الدوري المصري. اما الدوري الانجليزي مفيش حاجه اسمها صدفه. فلما تلاقي ان بول بوبا النهارده عمل ماتش عظيم جدا وماتش خرافي، ده معناه ان بول بوبا بدا ان هو يبقى عايز يلعب كوره، وده معناه ان بول بوبا بدا يلتزم جوه الملعب اكتر من تسريحات الشعر بتاعته، وده معناه ان طريقه اللعب بدات تساعد بول بوبا. طريقه اللعب 4 2 3 1 يحبها جدا السيد جول جونر سولشاير، بس ال 4 2 3 1 دي الفتره الاخيره بدا ان هو يدي واجبات لبول بوبا ان انت تلعب جناح، انت مش تلعب 6 او 8. فريد وسكوت ماكدوناي هيلعبوا تحتيك انت وبرونو فرنانديز. انت وبرونو مسموح لكم انكم تعملوا كل اللي انتوا عايزينه في الثلث الاخير، انت بتخش جوه الملعب تلعب كمركز 10، برونو بيروح على الاطراف يكون اقرب لمهاجم ثاني، برونو بيكون عنده تارجت ان هو رايح يسجل. دور صناعه اللعب هيكون ليك انت، الا لو انت اعطيت الكوره لبرونو وانت رحت مكانك على الطرف، فده معناه ان انتوا الاثنين هتشغلوا بعض، والناحيه الثانيه تحاولوا ان انتوا تشغلوا معاكم دانيال جيمس وقدام ميسون جرين وود. شغل كويس وشغل فاخر من الاخر. فانت بتلعب النهارده فرقه زي ليدز يونايتد، ليدز يونايتد مش هيدافعوا، ليدز يونايتد برضو بتوع بليسيا مش نازلين احنا ندافع، احنا نازلين نلعب كره هجوميه، نازلين نلعب كره من رجل لرجل، فده معناه ان هم هيغلطوا كتير، ولما يغلطوا كتير بقى هننفخهم. وده اللي حصل النهارده جوه الملعب من غير اي رغي كتير. لعيبه مانشستر يونايتد النهارده نازله عندها تارجت واحد بس، احنا لازم نكسب، احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا بقينا منافسين على الدوري، خلاص موضوع ان احنا بنحاول نرجع يونايتد الكبير، يونايتد العريق، خلاص ما بقاش في اي حد متقبل اي حاجه من مانشستر يونايتد غير رحله التتويج للدوري او رحله المنافسه على الدوري، الموضوع خلاص وصلنا لمرحله صفر، ان انت لازم ترجع تنافس على الدوري تاني، فموضوع ان انت تبدا بجديه دي حاجه واضحه على الفريق، ودي حاجه اتمنى ليهم الاستمراريه واتمنى ليهم ان هم يكونوا موجودين بنفس الروح والعزيمه اللي كانت موجوده النهارده قدام ليدز يونايتد. فرص كتير جدا يونايتد عملها الشوط الاول، وكان في تالق غير طبيعي لميسلر حارس ليدز يونايتد اللي لما بيكون فايق بيكون حارس متعب جدا للتسجيل قدامه، لحد ما بيقدر برونو فرنانديز يحلها من تمريره لبول بوبا علشان خاطر ان افتتاحها بدري كده وتروح تدور على انت كابتن بوبا ولا جايب برونو ولا ناي ليه بالظبط؟ لا انت جايب لوك شو ولا انت جايب بيساكا ولا جايب سانشو ومراهن عليه ولا الدنيا بالنسبه لك ايه؟ لحد ما تقعد كده تبص حواليك تلاقي الشوط الاول خلص، طب نزل سانشو بقى، لا مش هنزل سانشو، هو مكمل بنفس التشكيله، هم لحد ما ايرلينج بيحط صاروخ دي خيمه ما بيشوفهاش حرفيا، اللي هو الهدف التعادل جه قلت بس هيرجع يونايتد اللي انا عارفه وهنرجع نقف قدام الجون وهنرجع ما نهاجمش وهنرجع نخاف ونكش، لقيت خلاص الكلام ده كان زمان يا بابا، خلاص الكلام ده راح زمنه واوانه، احنا هنهاجم جه فينا جون هنهاجم، جرين وود هيجي جايب الجون الثاني في ساعتها علشان خاطر نقول لهم محدش يفرح، احنا هنحط عليكم وندوس عليكم جوه الملعب، انت لا تتعادل معايا يالا وتحرجني يالا، انت لا تحرجني في قلب الاولد ترافورد، خلاص انا مش جاي اخسر في اولد ترافورد، دي كانت فتره منيله من 60 نيله دي اللي كنا بنخسر فيها في الاولد ترافورد، علشان خاطر يجي بعديها برونو فرنانديز ويسجل الهدف الثالث من اسيست بوك برضه، اللي هو الله حلو الكلام ده، جونين في 5 دقايق انت كنت مستنيينهم يجيبوا جون بتاع ايلينج علشان خاطر تعملوا عليهم ريمونتادا، قال لك لا انا هسكت بس على الثالث ولا احنا هنجيب الرابع وهنجيب الرابع ونخلص الدنيا بالنسبه لنا علشان خاطر الموضوع احنا كده خلصنا بقى، برونو هيجيب الثالث بالنسبه له والهدف الرابع لمانشستر يونايتد وخلاص بقى اللي عنده معزه يربطها عم بليسيا والماتش خلص، نسكت على كده بالبوك بيقول لك 55 دقيقة أنا جبت 3 أسيستات عملتهم السنة اللي فاتت، لا أنا عايز أعمل حاجة جديدة بقى، أنا هعمل الأسيست الرابع، الأسيست الرابع اللي بيعمله لفريد علشان خاطر نخلص المباراة بدري قوي والسيد جول جونر سولشاير يبص حواليه مارسيال ماتيتش، يلا يا جماعة عايزين سانشو تعالى حبيبي، الجمهور اللي كان بيشتمك ده لا انزل قول لهم كده خمسة يا ولد خمسة اسكتوا بقى خدتوا خمسة و... استفزتوني وكلمتوا عليا أنا وسانشو خدتوا خمسة و... عايزين أي حاجة تاني بقى يا جماعة؟ ماتش مميز جدا لمانشستر يونايتد، اتمنى ان حد يجاوبني على السؤال بتاعي اللي هو هل مانشستر يونايتد فعلا اصبح منافس قوي للدوري الانجليزي ولا لا؟ ولا الموضوع هيبقى ماتش وماتش وهنعلى وهننزل والمستنقع بتاع يونايتد سولشاير ده اللي هو ماتش عالي قوي وماتش سيء جدا؟ يا رب نشوفهم منافسين على الدوري علشان خاطر نلاقي طعم تاني للدوري الانجليزي السنه دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش وشايف ان الطعم نوعا ما مش مظبوط فاعمل ديسلايك.